تحية رجوية خاصة لكم مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي غجا نيوز. الرجاء تواصل سلسلة الانتصارات في المقابلات الإعدادية رباعية في مرمى القنيطرة وثنائية في مرمى الخريبقيين. ضمن عدد اليوم نتابع أين وصل الاستعدادات للموسم الكروي المقبل مع تقرير خاص حول الوافد الجديد على القلعة الخضراء حسن معتز. كل هذا بالإضافة إلى أخبار أخرى وتهنئة العيد ضمن عدد اليوم من غجا نيوز. يواصل نادي الرجاء الرياضي الإعداد للموسم المقبل بإجراء مباريات أمام أندية مغربية، وملعب الأب جيجو كان مسرحا لمباراتين، الأولى أمام الكاك انتهت للنصر بأربع أهداف لهدف واحد، والثانية أمام أولمبيك خريبقة حسمت للرجاء بهدفي ياسين صالحي ومحسن ياجور. المعنويات داخل القلعة الخضراء جد مرتفعة، والكل متفائل بخصوص الموسم المقبل، فكيف هي الأجواء؟ نظن البرنامج اللي كان تسطر في بداية الموسم الحمد لله طبق على أرض الواقع وكيمشي من الحسن إلى أحسن من المعسكر ديال هنغاريا اللي كان فيه الجانب البدني هو اللي طاغي. المرحلة الثانية اللي كانت بالدار الدار البيضاء لأنها كانت صادفات رمضان وكتعرف شهر رمضان، يعني شوية كتكون تدريب خفيفة، ولعبنا فيها مباريات ليلية ومباريات اللي كانت في أجواء رمضانية. المردود العام يعني مستحسنوا الجميع وكاين ارتياح لا سيما من 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 الاطار التقني، لان كان واحد التقييم ديال الموسم الفارط وكانت اشياء ايجابيه اللي اشتغلنا عليها باش نحسنها، واشياء اللي كانت سلبيه اشتغلنا عليها. وعلى العموم بان في ارض الواقع في المباريات بان الفريق كيملك الكره بشكل اكثر بالنسبه كاليا، كيخلق فرص عديده رغم باقي كتغيب علينا شويه الفعاليه، بغينا نزيدوا نسجلوا كاع تقريبا نصف الفرص اللي كنخلقوا لان كنبنيو، والحمد لله ما بقيناش كنستقبلوا بشكل كثير اهداف، والحمد لله هذا كيبين بان الفريق في اتجاه صحيح. فتنظن اننا الحمد لله منذ البدايه ديال المعسكر التدريب اللي قمنا به في هنغاريا، فتنظن ان اللاعبين فهو المستوى لا التقني ولا البدني ديالهم فهو غادي في خط التصاعدي، فخير دليل على ذلك فجل المقابلات اللي حنا جريناهم اعداديه كانت في المستوى، تمكن أن نفوزوا في جل المقابلات. تنظن أننا إن شاء الله الثمار ديال هاد المقابلات الإعدادية إن شاء الله غادي نجنيو في المباريات إن شاء الله اللي غتكون ديال البطولة الوطنية إن شاء الله هاد السنة، خصوصا أننا إن شاء الله هاد السنة فعندنا استحقاقات كبيرة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، فأكيد أن لا لاعبين ولا أيضا طاقم تقني ولا أيضا مكتب مسير ولا أيضا جمهور، فحنا واعيين بالمسؤولية وإن شاء الله فريق الرجاء البيضاوي غادي يقول الكلمة ديالو، غادي يبسم على واحد السنة اللي تكون إن شاء الله قوية إن شاء الله. أصبح مرحيم كما كيشوفوا جمهور الرجاوي بأن استعدادات الفريق الرجاء داس في أجواء مزيانة وأجواء عالية، هناك تربص في بودابست الهنغارية اللي مر مزيان، وكملنا باللقاءات الإعدادية اللي مروا الحمد لله في تطلعات الجمهور ولا الطاقم التقني، وكيف ما كنشوفوا هناك استحقاقات بزاف كبيره هذا العام اللي كنتمنوا نحافظوا على البطوله الوطنيه وكاس العرش، ولما لا نظهروا بمستوى مشرف الكره المغربيه في كاس العالم انديه. المباريات الاعداديه لم ترتكز فقط على الفريق الاول، حتى فريق الامل نال من الاعداد ما يكفي، حيث فاز ابناء محمد بكاري في مباراه وديه على فريق ايت ملول. المقابله اجريت اطوارها بمركب الوازيس. الرجاء لم تغلق باب الانتدابات، حسن المعتز الدولي المغربي ذو 32 ربيعا وقع في كشوفات الرجاء عقدا لمدة سنتين قادما من نادي لوكريم البلجيكي الذي لعب له مدة 7 سنوات، حصل من خلالها على الكأس البلجيكي سنة 2012. قبل ذلك كانت بدايته سنة 2000 رفقة الجيش الملكي، وحصل على ألقاب مهمة مع فريق العاصمة، كأس العرش سنة 2003 و2005 البطولة الاحترافية وكأس السوبر الإفريقية. ابن الرباط أكد على أنه قادم للرجاء من أجل لعب أدوار طلائعية مع الفريق. لاعب الرجاء لن يترك الفرصة دون أن يهنئ الشعب المغربي بحلول عيد الفطر. كنستغل الفرصة باش نهنئ جماهير الرجاء البيضاوي العريضة بعيد مبارك سعيد،
والجماهير المغربية عامة بهذا الشركين كل عام والشعب المغربي بخير. بالمناسبة فتنتمنى عيد مبارك سعيد لجل العائلة الرجاوية، إن شاء الله يدخلوا عنا إن شاء الله بمزيد الأجر والثواب، وإن شاء الله بألقاب اللي غتكون إن شاء الله السنة رجاوي بإذن الله. بدوري وجميع باسم جميع اللاعبين كنهني عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة وبالأخص الجمهور الرجاوي الكبير. عيد مبارك سعيد لكاع المغاربة وخصوصا جمهور فريق الرجاء البيضاء. بدوري مشاهدينا وباسم طاقم قناة رجاء تي في كنقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. تابعوا دائما جديد فريق الرجاء الرياضي من خلال الموقع الرسمي غاجا كازابلانكا.com ومن خلال موقع يوتيوب بإدخال غاجا فوت أوفيسيال. أطيب المنى، إلى اللقاء.